ما هو اختبار كريستال ميث لتحليل المخدرات؟ هو أحد تلك الاختبارات التي يتم إجراؤها من خلال أخذ عينة بيولوجية من المتعاطي أو المدمن للكشف عن وجود مستقبلات الأمفيتامين في جسم الشخص باستخدام إحدى العينات التالية مثل الدم، بصيلات الشعر، اللعاب أو السائل الفموي والبول. بالتأكيد عند إجراء اختبار المخدرات فإن المتعاطي أو المدمن سوف يحاول أن يهرب من تلك الاختبارات خشية من معرفة الأهل لتناوله لذلك المخدر، بالإضافة لمجموعة أسباب نفسية مرتبطة بشخصية المتعاطي ورفضه لفكرة علاج الإدمان.